أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر نسب الإنجاز بوحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني والتي بلغت 89% بالأعمال الإنشائية ل 1256 وحدة سكنية تنفذ بالمدينة و 53% بأعمال البنية التحتية. قال وزير الإسكان إن الوزارة تسخر كل طاقاتها من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع وإكمال نسب الإنجاز به ليتم تشغيل المدينة بتسليم الوحدات على المستحقين، مشيرا إلى أن هذا التقدم الملحوظ والمتسارع بنسب الإنجاز بهذه المدينة يعد نتاجا للرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني بشكل عام ومشروع ضاحية الرملي بشكل خاص، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ كافة التزاماتها في مشروع ضاحية الرملي وكلفة مدن البحرين وكافة مدن البحرين الجديدة الأخرى. أشار إلى أن مشروع ضاحية الرملي سيوفر بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله أكثر من 4500 وحدة وشقة سكنية على مساحة تبلغ 100 هكتار تستوعب أكثر من 29,000 نسمة. وتابع أن مشروع ضاحية الرمل يعد أحد المشاريع الرئيسة والمدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25,000 وحدة سكنية والمدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، مؤكدا أن توالي تنفيذ وتوزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.